وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتفق مع ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة على إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد الذي سيكون موازيا لجسر الملك فهد ليربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بتمويل من القطاع الخاص. وسيربط الجسر شمال غربي البحرين بالجهة المقابلة من الجانب السعودي بطولا يبلغ نحو 25 كيلومترا.